باب السراي من اقدم يعني الاسواق الموجوده بالموصل او على مستوى العراق، يعني حاله حال الشورجه، حاله هاي الاسواق القديمه اللي موجوده بكل العالم. هو هذا السوق التراثي الاثري الموجود بمدينه الموصل، وعندنا مدينه الموصل او كل الاسواق القديمه باختصاص. هذا سوق باب السراي، هذاك سوق الشقليت، سوق العقد، سوق الفحيمين، سوق الحديدين، سوق العطيرين، سوق الصفارين، كان المفتي مفروشات ما مفروشات. فهنا اللي يجي ما يعني يسأل بس وين خان المفتي، هذا خان المفتي يعرف هو من الدوشما لجهاز كامل من العرايس، كلهم رجعوا فتحوا الحمد لله. أصلا ناقصته بس الصياغ، وإن شاء الله الحكومة المحلية بدت بإعمار سوق الصياغ، وإن شاء الله إن شاء الله يرجع وشيء درجة أولى. بالنسبة للحركة الموصل القديمة والمنطقة القديمة، يعني حركتها ماشي حالة، بس بالنسبة للأجواء اللي بوربوري حارة شوية، الناس قليل، يعني الحركة تصير بالليل، يعني تصير بالسبعة وانت طيلة، يعني تجي مرات الساعة 9 بالليل تختمشي ما بدأ من وراء الحركة والسيارات والازدحام، كلها صارت على كل وعلى الحياة التشعري، يعني هي روحانيته طيبة، شيخانات من مطاعم. والله باب الصراي يحتوي على كثير شغلات، يعني منزليه، فافون، عطاريه، كل شيء العالم تجي. والحركه اصبحت يعني بالنهار خفيفه شويه، بس بالليل الحركه فل. في اكو سواحه تجينا هوني من الصين، من تايلاند، المانيا، امريكا، والله الشعب هوني مرات يجون من هوني يعني كثره. ذيك مره كوسترات طبق الثالثة أربعة كلهم من تايوان جايين، سياحه منطقه قديمه، يعني على اثار على الترتيبات هاي الموجوده. والله البغداد ما شاء الله عيجونا، عيروح على الشمال ومن الشمال عيجوهاني.